الاول انا بلاش كل شاب موجود في اي منطقه يخلي باله من فتنه وخلي باله من فتنه وخلي باله من اي حاجه. وبعدين احنا بنطلب حاجه، المسيحي ومسلم واحد، ما كانش يحصل كده. دول اهالينا، دول اهالينا واخواتنا وناسنا، دول اهالينا. الكنيسه دي بتاعتنا، بتاعت مسلم ومسيحي، ومسيحي ومسلم واحد. لما خبطتنا عربيه هم اللي شالوني ودوني المستشفى، وبقى لما جم دوا قبل ما جم معايا. زاد عن كده، زاد عن كده يا شباب، خلي بالكم من الفتنه برضه والتخريب. بنطلب معاهده الشرطه عشان اعراضنا ونسواننا وعيالنا وبناتنا ونسواننا يخلي بالهم، والناس اللي بتمشي بالشوارع اي واحد يلقى غلط يقف ونقف جنب الشرطه. وبنطلب من الجيش الحمايه والشرطه بالذات تنزل بجديه وتخلي بالها، لان ولادنا بتمشي بالشارع متعدده، الناس قاعده بيوتها متعدده. بنطلب الامن والامان يا اخوانا، وكل شاب يلا حاجه يقف ويحدها وصوت ليها بقلب قوي ما يخافش من حد ويقف. وبنطلب من الجيش برضه الاعاده، وبنطلب السيد رئيس الوزراء كتر خيره من جه وظهرنا هنا، وبنطلب الاعاده تاني مره تاني والتالت، واحنا نحافظ على بلدنا ونحافظ على عموننا ونحافظ على. تحيا الهلال مع الصليب، تحيا الهلال مع الصليب، مسلم ومسيحي ايد واحدة، مسلم ومسيحي ايد واحدة، مسلم ومسيحي ايد واحدة. احنا دول اهالينا وناسنا واخواتنا وعايشين معاهم من زمان، ما شفناش حاجة منهم الا كل خير. والسلام عليكم مشوي الجيران.